بسم الله الرحمن الرحيم. مرينا الكرام اليوم نتكلم عن شركة القمة العربية ومع بعدها تعديل من فترة 3 شهور كده بالظبط من بدأ فيه تحليل وتجديد للشركة في عملية صيانة وضباط الشركة. احنا بعدنا عنه شوية ولكن احنا راجعين بكل قوة بفضل الله سبحانه وتعالى واستعانتنا بالله سبحانه وتعالى، فان شاء الله يصير خير ان شاء الله. يا جماعة احنا اتكلمنا كتير في موضوع ومجالات السي في ده اول شيء بيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا 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 لأبعد ما تتخيل. اول حاجة ان احنا بنتكلمنا الشيء ان احنا بنطلبه يكون مطابق على الشخص نفسه. الهدف من كده ان هو يبقى رايح ناجح من بلده، تمام، وما ضيعش وقته ولا وقتنا. حسب خبرته بيبعت السي في بتاعه. طلبنا كتير جدا ان السي في يكون فيه صورة شخصية، السي في يكون عربي وانجليش ومترافق معاه شهاداته، تصميماته، فيديوهاته، حاجات اللي خاصة به. بنيجي نتكلم في حتة السي في عربي او انجليش فبيحصل فيها لبش او بيحصل فيها تشوش، هو غصب عني ان انا بطلب السي في عربي وغصب عني بطلب السي في انجليش. كل ده لمصلحته هو شخصيا، لان بيحصل ان في بعض الاحيان اتش ار بيبقى الموجود في الشركة اللي احنا بنبعت عليها السيفيهات بيبقى مثلا الانجليش بتاعه هندي او امريكي او انجلترا، فالانجليش انت بتبعته في بعض الاحيان بيبقى احنا كلنا تعليم امريكي، تمام، بيبقى ساعات ان هو عاوز يقرا عربي. فانا بفوجئ ان هو زعلان او ان انا بقول له ابعت السي في عربي او عربي وانجليش، تمام. ده من ضمن الحاجات برضو راجعين في نفس القصص ان بيتبعت ورق ملوش اي لازمة ولا اي شيء خاص بالسي في نفسه. يعني انا لا بحتاج منك قسيمة الزواج ولا بحتاج شهادة ميلادك ولا صورة بطاقتك ولا صورة جوازك ولا صورة الجيش. كل الكلام ده انا يا جماعة ملوش اي لازمة معايا وملوش لي حاجة، خلاف ان هو بالنسبة لك وبالنسبة لدولتك غلط جدا جدا طالما في رقمك القومي، تمام. حاجات دي ما بتمثلش للسي في حاجة. عموما في بعض الأحيان بنسمع كلام ما ليه أي لازمة في أي حاجة إن إحنا ما بنردش عليه. ده شيء يعني غريب الشكل، يعني أنت ما تتصل الساعة بعد الساعة 5 مين هيرد عليك؟ الاعلان نازل بمجموعه الاتش ار او مواقع التسويق نازل برقم تليفون، رقم التليفون بيفضل مفتوح من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 5 مساء. بعد الساعه 5 مين يرد عليه؟ في بعض الاحيان يصدني الصدف اللي انا اكون سهران في المكتب وقاعد وتلاقي التليفون بيضرب في وقت متاخر، تليفون الارض حتى بتاع الشركه، ف بتلاقي تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا ما بنردش. اولا على مواقع التواصل الاجتماعي انا عمري ما لازم ارد على الشخص نفسه. على موقع الشركه رقمي انا الشخصي. على كل شيء داخل شركه القمه العربيه رقم انا الشخصي. فانا برد 24 ساعه. انت ببعض الاحيان بتتصل برقم اللي منزل الاعلان. الاعلان ده موظف بيقعد وبيتوقع على الله بيمشي. بيجي الصبح بتلاقيك انت متصل، في بعض الاحيان هو يتصل او انت بتبعت كومنت بالكومنتاتك الجميله وتكتب ان احنا ما بنردش. احنا بنرد 24 ساعه في ال 24 ساعه بارقامي اللي موجوده على السايت واللي موجوده على موقع الشركه، تمام. حتى في تصميمات الشركه اللي هي الكفرات بتاعت الفيسبوك او تويتر او اي شيء مكتوب ارقام انا شخصيا. وفوجئ ان انا بقول لحضرتك ساعات باجي هنا بالليل قدرا بجيب حاجه من مكتب او من الشركه وبجي تلاقيك بتتصل على رقم التليفون الارضي. فاحنا نرجو من حضرتك، احنا فاتحين شركه توظيف، شركه خدمات بنخدم حضرتك، تمام. ما هيش واقفين ضد
حضرتك تمام، حضرتك انت اللي بتقعد ضد نفسك. السي في اللي انت بتبعته ما بيساعدنيش ان انا حتى ابعته بطريقه احترافيه. في بعض احيان كتيره جدا السي في بيبقى في مبالغ فيه، وبنيجي نتكلم فيه بنيجي نتلاقي الشخص مش متابع مواصفات تمام، فبيبقى مبالغ في السي في شويه. ارجو من حضراتكم ولعل وعسى ان احنا نلتمس العذر لنا جميعا، احنا في اوقات الاتصال من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 5 مساء. انا بيجي لي تليفونات في الفجر وبتاع الساعه 3 و4 و5 و6 وفي اي وقت، انا ما عنديش مشكله بالنسبه للردود. اما بالنسبه اللي انت تكتب على اعلان وتكتب على رقم اللي نزل الاعلان ان هو ما بردش، ادي شيء يعني الحمد لله احنا مشهورين بقمه الاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا. بنعامل الناس الحمد لله باحترافيه، بنعاملهم بكل اخلاق. فنرجو من حضراتكم الحته دي، واللي بيبعت السي في بطلب منه بقات ورقه، بيبقى تقيل قوي ان هو يقول كل الكلام مكتوب في السي في. السي في دون تزعلوش مني، لا هو دستور ولا هو قران ولا هو دستور ولا هو اي شيء. السي في ده مجرد سي في بتاع شخص حضرتك، سيره ذاتيه بتاعت حضرتك، ما تكتب اللي انت عاوزه فيه. انا عاوز اثبت ما في السي في من كورسات، من مؤهلاتك وربما حضرتك، من شهادات خبرتك، اذا كان في حاجات بنطلبها من حضرتك، اذا كان فيديوهات او تصميمات او غيره، فدي مش على كل المرشحين، على بعض المرشحين لم يكن منهم الشيفات او المصممين الجرافيك او الجماعه اللي بنحتاج لهم فيديو او بنحتاج لهم تصميمات او بنحتاجهم من شغله. فارجو من حضراتكم الالتزام، كل الالتزام بارسال السيره الذاتيه تكون مؤكده حسب خبره حضرتك، وليس مكون فيها شيء من مبالغه، لان اليوم وبعد ذلك كله بيتواصل الاجتماعي بيعرف كل شيء عن الشخص نفسه تمام. شكرا حضراتكم، ونرجو الالتزام كل الالتزام، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم، واستودعكم الله، شكرا.